صار في يعني انه على طول انا يتلاقى، قلت لها ليلى يعني انا ما راح اطول بالموضوع ولا شيء، انا انسان بطق الباب يعني، انا ما ابي ما عندي هالامور ان انا نتكلم بعض نعرف بعض، خلاص انا اعرفك يعني بحكم ان اشتغلنا مع بعض وادري انت ونعم فيك يعني امانه. البنت والله ما ضرتني، خلوقة لا لا ما ضرتني ونعم فيها ونعم باهلها كلهم وبالنهايه